انا بعشق الستات. بسبب ان انا وصلت للدرجه دي والعيال كتير وبتاع، وكل بلد عيلين كده، بس كله متجوز ومخلف، مفيش عيال صغيره. انا عندي بنت وولد. بنت عندها في سنه خمسه في المدرسه، هما برضه متطلقه وقاعدين معهم، والواد عنده ايه 16 سنه 17 طالب، دول اللي ما اتجوزوش في عيال. احنا كده دلوقتي يعني ما انت ما عندكش معاش؟ لا ما عنديش. ما عندكش دخل غير انك شغال على العربيه دي؟ وانا عييت ما اكلش، مش عارف صاحب العربيه اديني وانا نايم في بيتنا. مش هيديني طبعا. ايوه هتضطر تشحت ولا تقول لعيل اديني 5 جنيه. ما عنديش، انا عندي عزيت نفسي ما اقولش لابني حتى. ما تقدرش، ما تعرفش تقول، ما اقدرش اقول له هات 5 جنيه، حتى هات 2 جنيه ما اقولش. فمحتاج معاش يكون ليك. ليا ثابت، اكل منه، اخر الشهر اقبض منه، ادفع اجاري، اكل اشرب، عليا ملتزمات، ادفع حمول كهرباء. انا ده اللي عايزه، مش عايز حاجه ثانيه. يعني وانا هعيش قد ما عشت. مش هعيش قد ما عشت. يعني انت كنت الاول كان معاك توكيلات، لبس مش ولبس، وكنت بتسافر وتروح وتيجي. كنت مقتدر جامد. ده الجوازات هي اللي خلصت على فلوسك. ايوه. فما فيش بقى دلوقتي ولا حية كويس معايا، ومقدر اللي دي عربيتي مش عربيته. واللي بدهوله بياخده، وبيقول لي انا ما لقيتش زيك. وانا محافظ على عربيتي، ما باخدش اجازات ولا اي حاجه، هقعد في البيت لوحدي من 4 طن. ربنا يديك الصحة يا محمد، ربنا ويكرمك يا رب، وتحقق اللي انت عايزه، وان شاء الله يعني طلب المعاش ده يتنفذ. ربنا يخليك. طيب كلمة يعني أخيرة كده، نصيحة للشباب قبل ما نخلص اللايف بتاعنا. ايه نصيحتك للشباب اللي عنده عليه إقبال على الجواز؟ اللي عليه إقبال على الجواز يختار اللي يناسب ليه. يعني اي شاب الله يكون في عونه، لو زاد دلوقتي عايز لها مليون جنيه، مفيش شاب معاه مليون جنيه عشان ياخد شقه ويتجوز ويجيب شبكه ويجيب كل ده. فانا بنصح الشباب كلها اللي ربنا يوفقهم ويقف جنبيهم ويرزقهم بالذريه الصالحه والست الصالحه لهم. طب ايه رايك يعني انت عارف دلوقتي ان في نسبه الطلاق بقت عاليه جدا، وفي خلافات دايما بتبقى بين الازواج، في بقى مدين للراجل. مدين للراجل ده بنت ناصر، بنت ناصر. الواحده بتعمل خلع وتروح تقبض معاش من بنت ناصر، بتركن جوزها على الرف، تقول لك ده الكاهن. تبيع جوزها علشان معاش؟ عشان معاش. انا عايز اتطلق، ما تطلقش، ترفع عليها قضيه خلع وتشتكي وتقبض من بنت ناصر. ادي نسبه الطلاق اللي وصلت 1000%. بسبب الموضوع ده. طب نصيحتك ايه ليه؟ نصيحتك ليهم كل اللي معاه راجل تحافظ عليه، عشان الدنيا كده وكده. وكويس ان احنا ربنا مسهل لنا وماشيين بناكل عن بقيه البلاد اللي ما بتاكلش. ايوه يعني كويس ان احنا بناكل ونشرب ونلاقي العيش ونلاقي الرز ونلاقي كل حاجه. يعني انا بدعي من الشباب ان ربنا يرزقهم بالذريه الصالحه والست الصالحه ويستقيموا وما يمشوش كده ولا كده، عشان يعيشوا ويربوا عيالهم ويتجوزوا ويشوفوا مصلحتهم.